الفلوس جاهزة؟ باين عليك شرقان قوي يا سيادة العقيد. اسحب الشنطة اللي ورا. ايه ده؟ ده الفلوس مقطوعة. ما تخافش، هتستلم النص التاني بعد العملية. ليه؟ مفيش ثقة؟ سوري، ما تقولش كده يا خالد بيه. احنا معاملتنا كلها شرف. العملية ميعادها امتى؟ اتحرك يا قد بسرعة. يلا. شك هي يا ريس زعفران. احنا خدامينك يا عصام بيه. خد دول حل بيهم بقنا درجية. يقعد عليك بخير يا بيه. هي البضاعة فين؟ جوه. اطلع سايد. يلا رجال. يلا. سعد سعد خالد ينادي حول. سعد معاك، سعد معاك، حول. سعد اجهز، الهدف يقترب. اتحرك بسرعة ومحدش يضرب ناري الا بامر مني، مفهوم؟ مفهوم يا خالد. سعد سعد خالد ينادي حول. سعد معاك، سعد معاك، حول. اتبعني بسرعة بدون إضاءة أنوار اللانش. حول. استلمت إشارتك، حول. دور الموتور يا إبراهيم. حسام بيه لازم المسطحات جاي علينا. سعد لفوا وحصروا من الجانب الايمن وانا من الجانب الايسر. ده غير ناحيتنا. عملها خالد. جهزوا رجاله. دور الكشافات. هدي سرعتك. عصام المكان محاصر. سلموا نفسكم. عصام بطل الموتور وارفع ايديك انت واللي معاك. مفهوم؟ هو ده برضو كلام الرجاله يا سياده العقيد؟ سمعت اللي قلته؟ مفيش داعي تضيع الوقت. اسمعوا اللي هقوله يا رجاله. بطل الموتور يا عصام. وهدي قوي قوي. اقرب بالشاطئ يا خميس. في راسك انزل. العربية واحد الحقوني. عربيتي اعمل ايه دلوقتي؟ يا لهوتي يا لهوتي يا لهوتي يا لهوتي. ايه مين اللي سرقك؟ واحد افندي شاورني وقفتله، فتح الباب راح مطلع مسدس قال لي انزل والا فرغوا فيك. عربيتك ماركتها ايه؟ تاكس 131 131. يا لهوتي يا لهوتي. وقف!
ايه؟ عقيد شرطه. ما عملش حاجه يا بيه. ما تخافش، اوعى من على الدركسيون. حاضر. وانا راسي. اطلعي. اتصل بالدكتور محي وخليجي حالا. حاضر. عصام 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 ابني، حصل ايه؟ اتكلم. حصل ايه؟ خالد خالد ضحك عليا. فضل ورا لحد ما السيف العديم الشرف. بابا ايوه عصام بابا بص وتملي في صورة سيادة العقيد جوزك كده بالزمن، مش واكل الجو. يا سلام الصورة دي لو كانت بالبدلة الرسمية. تجنن يا حبيب قلبي تجنن. أنا ولا الصورة؟ أنت طبعا، أنت عارف إنهم لازم يرقوك بعد كل عملية تعملها. بتضحك ليه؟ الله يخرب عقلك يا بيلا. أنا ليه؟ عارف لو مشوا على كلامك كان زماني أصغر لواء في مصر. ولا يهمك يا حبيب قلبي، أنا بقى هدي لك مكافأة بدل الترقية. الله. أنت عارفة؟ إيه؟ المكافأة دي أيوة. أحسن من مليون ترقية. إيه؟ بقول لك إيه؟ إيه يا أنا طمعان في نشاتي. استنى بس ما تتأخر على اللواء شوقي، بعدين هنجيلك جدا. لا ما تخافيش، اللواء شوقي بيعتبرني زي ابنه. أنت متأكد؟ وهينبسط قوي إن أنا هاخد نشاتي.
سيادة اللواء شاور سيادة على سيادتك يا فندم. طب دخل الشنطة واعمل لي قهوة. حاضر. صباح الخير يا فندم. أهلا يا خالد. أنا عايزك تدرس لي تقارير التحريات دي وتقول لي رأيك فيها. شافوا يا باشا ولا أكتب لسيادتك رأيي؟ اكتبه أحسن. بالمناسبة أنا رفعت التقرير للسيد الوزير، قلت له فيه اللي أنت عملته في العملية الأخيرة، وشرحت له فيه مدى كفاءتك في نجاح العملية. ما تحرمش من سيادتك يا فندم. أي أوامر؟ لا خلاص. هتيجي معايا الليلة دي علشان أنا عايزي أصمد بيه الدهشان. صحيح مشكور. أنا عارف إن صدمة كبيرة، لكن هنعمل إيه؟ إرادة ربنا. شد حيلك يا عصمت بيه. شكرين يا باشا. البقية في حياتك يا عصمت بيه. سعيكم مشكور يا سيادة العقيد. شفت الراجل الحزن هده قد إيه؟ معذور يا فندم، مش ابنه الوحيد. لكن هو مات إزاي؟ بيقولوا إن عمل حادثة في طريق مصر اسكندرية. طب استأذن أنا يا فندم. طيب، اسبقني على الإدارة، وأنا هحصلك بعد اجتماع الوزير. حاضر يا فندم. ما تعرفش سبب الاختباء ده ليه؟ أنا بلغوني بيه النهارده الصبح. مساء الخير. مساء الخير. منورين يا بواب. أهلا. مساء الخير. أنا حاولت أعرف السبب إيه؟ اتفضل كده. بلغني قفل السكر. السكر هيكون إيه يعني؟ مساء الخير. مساء النور. قال يا خبر بفلوس. الساعة ربط على 9 ولسه هو ما جاش. مش عايز حد هنا. اقفلوا البيبان. يلا يا ادريس. انا طلبتكم للاجتماع ده بعد ما حسيت ان احنا محتاجين نقعد مع بعض بعد الخساره اللي خسرها كل واحد فينا. انت خسرت كام يا شلبي؟ ارنبين يا عصمت بيه. وانت يا حاج تسوي؟ 1.5. وانا 3. وانا 2.5 يا عصمت بيه. أنا عارف إنكم خسرتم ملايين، لكن كل واحد فيكم ممكن يعوض خسارته، لكن مع الأسف خسارتي أنا مش ممكن تتعوض. ده حال الدنيا يا عصمت بيه. اللي بيشتغل في كارنا بيبقى شايل روحه على كفه. عشان كده عايزكم تنسوا كل الخلافات اللي بينا ونبقى يد واحدة وتحطوا ثقتكم فيها. من غير ما تقول يا عصمت بيه، احنا ارواحنا فداك. هو احنا من غيرك نعرف نروح ولا نيجي؟ ده انت الخير والبركه. وانا عندي لكم عمليه كبيره قوي، هتعوض خسارتكم، تكسبوا منها كتير. عمليه ايه يا عصمت بيه؟ ما تستعجلش يا ابو الوفا، بكره تعرف كل حاجه في الوقت المناسب. المهم ساعه مطلب منكم فلوس تكون جاهزه. بس لا مؤاخذه يا عصمت بيه، البوليس شادد حيله علينا قوي الايام دي، واحنا ما بقيناش حمل ضربه تاني. من الناحيه دي اطمنوا، سيبولي موضوع البوليس ده. تفتكر تقدر عليهم يا باشا؟ ده اللواء شوقي عمران مش سهل، والعقيد خالد شامم نفسه قوي، واديك شفت حرق قلبك ازاي. تفتكر يا شلبي ان ممكن انسى اللي عمله طول ما انا عايش؟ بكره انتهامي منه، الناس هتحكي وتتحكى بيه. الله يخرب عقلك يا مسجون. انا بتكلم جد، كل الحشاشين بيدعوا عليك ليل نهار، خصوصا بالليل. انما ده ما يلحقش يطلع قد ايه خير؟ حوالي 20 ارنب. يعني ايه ارنب؟ اسالي جوزك، ده ما شاء الله ابو الارانب. انما اكيد بيدوكوا حاجه من ثمن المخدرات اللي انتوا تظبطوها. الكلام ده لو الحكومه نزلت الحشيش في السوق لحسابها. اسكت يا راويه، ده اخر مره كان هيضيع فيها مؤكد.
طب وايه اللي غصب على كده؟ هما بيدولك كام؟ مش مهم باخد كام، المهم قيمة العمل اللي بعمله وفايدته للناس. يا اخويا بلا وجع قلب، هينوبك ايه من البهدلة دي؟ بقول لك ايه؟ ما تسمع كلامي وتيجي تشتغل عندي في المصنع مدير امن، وهديك 1000 دولار. هي خلاص الفلوس بقت كل حاجة دلوقتي؟ الأيام دي بس، ما هي طول عمرها. ولا إيه يا بل؟ الحمد لله إحنا مبسوطين ومش ناقصنا حاجة. يعني ما قلتليش إيه رأيك في الخاتم ده؟ بسيوني جابهولي أول إمبارح. حلو أوي، مبروك عليك. تقولي ثمنه كام يا بلة؟ مش جايبه هدية لمراتك، يبقى مش مهم ثمنه بقى. يلا بينا أحسن تأخرنا. اتكل على الله. معلش، اصل عندي تقرير عاوز اكتبه ولازم اصحى بدري. بقول لك ايه؟ يبقى اعمل حسابنا في الزبطيه اللي جاي. فين يا فندم؟ صدر قرار بترقيتك لرتبه العميد بصفه استثنائيه تقديرا لجهودك. حقيقه يا فندم؟ بس ده مش معقول. انت تستاهل كل خير، وانا فخور بيك، ومتوقع انك هتبقى اصغر لواء في البوليس، وجايز تبقى اصغر وزير داخليه كمان. شكرا يا باشا على شعورك، وانا مش هنسى طول عمري اني تلميذ سعادتك. تمام يا حضره العميد. ايه حضره دي؟ ايه حضره دي؟ سياده العميد، ولا عاوزاني اخد الجزم؟ اي حاجه من ناحيتك حلوه يا حضره. ايه؟ قصدي يا سياده العميد. طب انتباه وغمض عينيك. حاضر. يلا. انتباه يا نفر. يلا اهو. اتعدل يا نفر. طيب. خلاص. افتح. استريح. الله، بجد ايه رايك؟ حبيب قلبي يا روح، حبيب قلبي يا روح. كان نفسي يكون الماس، ده اقل حاجه تستحقيها. ده عندي اغلى واحلى من الالماس، ربنا يخليك لي. ويخليكي ليا يا احلى بلة في الدنيا. يا عمري انت. كلمني شوية يا عم برلانتي. ربة بيت ممتازة، علاقتها محدودة مع جيرانها، تحركاتها قليلة، ساعات بتخرج عشان تزور أختها راوية مرات المليونير بسيون السبع، ومتعودة تروح تعمل شعرها عند الكوافير. أني كوافير؟ معاك حق، الأفلام الكويسة اليومين دول بقت قليلة أوي، والأغاني والمسرحيات بقت أي كلام، ده حتى الناس أخلاقها اتغيرت. حضرتك بتشتغلي؟ لا. انت؟ هو انا لحقت؟ انا دوب خلصت المادة دي وجوزوني على طول. جوزي من رجال الاعمال، مهندس صفوت عبد العظيم. انت طبعا متجوز؟ اي. العميد خالد عبد الرحمن. جيش ولا بوليس؟ لا بوليس. ياه، ايه السقعه دي؟ يسري، وطي التكييف ده شويه، ده احنا قربنا نتجمد. انا ما بخافش الا من برد التكييف، عليه لطشه ولا لطشه طوبه. كويس كده يا مدام؟ اه معقول يا يوسف. تحت امر. ما تتصوريش الدواء ده نهم قد ايه؟ بيمنع زكام وبرد الصيف. انا ماما دايما تقول لي هوا الصيف احد من الصيف. اسمه ايه؟ ده اسمه فيولاتكس. ايه؟ فيولاتكس. دايما سفر جوزي بيجيبهولي لما بيسافر بره. انما تقولي ايه؟ صح. اتفضلي. لا معلش. ميرسي. طريق غير طريق، مالكيش دعوة، اركبي. معلش أنا هاخد تاكسي، هتلاقي تاكسي دلوقتي، اركبي. أنا خايفة أعطلك، مفيش ورايا أي حاجة، يلا خلاص. لزوم البرد، خدي. بس انا ما عنديش لا برد ولا زكام، ده وقايه من برد الصيف. شمه واحده تمنع عنك برد وزكام الصيف نهائي. خدي شم، شم قوي. ايه ده؟ في حاجه بتنزل جوه. شم الناحيه التانية. يلا. ايوه شم قوي. شد 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 جامد. ايوه. لا ده في حاجه نزلت في مناخيري. انا كان نفسي اسيبهولك بس ما عنديش غيره.
ولا دايما بقى الصداع والبرد ماسكني. على العموم انا موصية صفوة جوزي يجيب معاه دستة، هبعت لك اتنين منهم. ما تتفضلي معايا نتغدى سوا. ميرسي يا روحي. مرة تانية. انت بخيلة ولا ايه؟ لا ابدا، بس عازمة اخويا مراد على الغدا. ميرسي على التوصيلة قوي. ابدا، تحت امرك دايما. و كمان ميرسي على الدواء. قولي لي ازاي الحال دلوقتي؟ لا كويس قوي، معاكي حق، ده زي السحر تمام. مش قلتلك؟ على فكره نمره تليفونك كام؟ 716-366. 716-366 سهله قوي. يلا باي باي. باي. خالد، من غير ما تبص في المراية حلوة، ومش حلوة بس، حلوة قوي كمان. صحيح. يا ريتني كنت اقدر، بس يا خساره مفيش وقت. ليه؟ وراك ايه؟ عندي مأموريه لازم اسافر لها دلوقتي، ده حتى السواق مستني تحت. اخفى عليك، هتسيبني عشان خاطري؟ خليك معايا النهارده. هاتيلي اذن من وزير الداخليه. ماليش دعوه، انا عايزاك معايا النهارده. ممكن؟ اشمعنى النهاردة؟ مش عارف، حاسة النهاردة ان الدنيا حلوة. لا مش الدنيا، مزاجي هو اللي حلو. عنب. عنب؟ يا عنب دي. عايزة اقعد ارغي معاك واحكي لك على كل حاجة حصلت بالتفصيل الممل. اول ما اخلص هرجع على طول واخدك في حضني وتحكي كل اللي انت عايزاه، بس دلوقتي انتباه واسترح. لا مش قادرة استرح. طب عشان خاطر بس يبقى حضر لي شنطه السفر. يلا استنى، هتغيب قد ايه؟ اسبوع يمكن اكتر. يلا. هتفضلي لحد امتى راضيه بالعيشه دي؟ ده انت جوزك ما بيقعدش معاك يومين على بعضيه. معذور يا حبيبتي، شغله عاوز كده. يعني انت بقى عاجبك انك تفضلي قاعده لوحدك بين اربع حيطان؟ بالعكس، ده انا بشتاق له اكتر، واول ما بيرجع يخليني اسعد زوجة في الدنيا. يا شيخة روحي، هتفضلي طول عمرك عبيطة. تعالي شوفي بسيوني عامل معايا ايه، ده شوية شوية هيقيد لي صوابعه وشمه. طب قولي له يحاسب على صوابعه لحسن تتحرق. بتتريقي؟ اهو ده اللي انت فالحة فيه. قومي يا بنت نروح سينك. رسمتها ايه البهدلة دي يا حبيبتي؟ الفيديو اهو، تحبي تشوف فيلم ايه؟ لا يا حبيبتي انا عايزة اخرج، عايزة اتفسح، عايزة انبسط. النهاردة مزاجي عنب. عنب؟ عنب. على ايه؟ تكون شاطر القدر فتحت لك؟ تبقي تلفني، سلام. الو. اصحي بقى يا كسلانه، معقول حد يفضل نايم لغايه دلوقتي؟ ده احنا بقينا الظهر. لا اصل ما نمتش طول الليل، عندي صداع جامد قوي، يا دوب عينيا غفرت وش الصبح. هقوم اعمل كوبايه شاي واخد اسبرين. وليه بس الاسبرين اللي بيتعب المعده؟ انت نسيت الدواء بتاعي السحر.
اسمعي قومي فوقي والبسي، انا همر عليكي. هروح لواحده صاحبتي عندها اتوليه بتجيب حاجات تجنن وبتبيع بسعر الجمله. مالك؟ ما نمتش كفايه، الصداع هيموتني. جبتي الدواء معاكي؟ حبيبتي تعالي معايا. على مهلك. راسي. اقعدي. خدي شمي، شمي قوي قوي. محدش يتحرك مكانه، قبضوا عليهم. الله يخرب بيتكم، مش كنت خلاني اخد الحانه؟ بلاش اللي تقدر، روح. يلا يا اخواتي اهو. انا يا ابن المسطوله ما تطلع. مش قلت لك الدواء ده ما فيش زيه؟ حقيقي انا اخده من هنا واحس اني مبسوطه ومرتاحه ومزاجي ده عنب. اعملي حسابك هتتغدي معايا. سيبك مني انا النهارده، انا عايزه اطلع اقعد في حضن نفسي. طب ما تيجي تقعدي عندي في حضن نفسك، بالمره نتغدى مع بعض ونشوف فيلم فيديو. فيلم فيديو؟ برافو يا كاميليا، برافو. تديك يا عندي مكافأة كبيرة قوي. ميرسي قوي، ما تحرمش منك أبدا يا عصمت بيه. أي أوامر تانية؟ هي خدت كام شامة لحد دلوقتي؟ أربع شمات. المرة دي عايزك تزودي لها التنشية وتخليها دايما تحت عينيكي. عايزك تخلصي عليها قبل ما جوزها يرجع. اطمن يا عصمت بيه، هي دلوقتي خلاص بتفرفر. الو، انت فين يا ميرفت؟ ده انا تعبانه قوي، جسمي كله بيوجعني، حاسه عظمي بيتكسر. ما تقدريش تفوتي عليا ومعاكي الدواء بتاعك؟ معلش يا حبيبتي انا اسفه، مش هقدر اجيلك. أصل بكلمك من شقة أخويا مراد. لا مش هقدر، أصل مستنية جماعة أصحابي. طيب لو محتاجة الدواء قوي تعالي. طيب ممكن تديني العنوان؟ أهلا وسهلا مدام برلنتي. مدام ميرفت موجودة؟ موجودة يا فندم، اتفضلي اتفضلي استريحي. اهلا 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 يا حبيبتي، اتفضلي. اخويا
يا مراد. فين الدواء بتاعك؟ انا تعبانه قوي، مش قادره اقف على رجلي، جسمي كله بينشر عليا، مش قادره يا ميرفت. فين الدواء؟ مش قادره. انت لسه برضه فاكره الدواء؟ الحق يا مراد. امال ايه؟ فهمها يا مراد، فطمها، قول لها الدواء ده يطلع ايه. بس كده انا تحت امرها. اتفضلي يا فندم. اهو ده بقى يا فندم الدواء اللي حضرتك كنت بتشميه. عارف اسمه ايه؟ هيروين. هيروين. اسم الله عليكي، ما تتخضيش قوي كده. صحيح يا مرفت؟ ها؟ اللي انت كنت بتديهولي ده هيروين؟ انا كنت بشم هيروين؟ اللي بيقول اخوك ده مظبوط؟ عيب يا مدام، انا ما احبش الكذب ابدا. وفيها ايه؟ انت مش بترتاحي لما بتاخديه؟ طب ليه؟ انا عملت لك ايه؟ انا ما عملتش فيكي غير كل خير. يعني كنت عايزاها تشوف عندك صداع وتسيبك دي حتى تبقى نداله. بس انا بعد اللي عملته فيا انا لو ممكن احاسبكم، انا هبلغ فيكم البوليس. افهم من كده انك خلاص مش هتشدي تاني؟ خدي نفس وشدي على اقل من مهلك، وهو كله بسبب. ايوه شده. طيب طب خط عشان نبقى على الخط. خط واحد. خدي يا حلو. هتيجي انت فين يا بيلا؟ انا اتصلت بيكي مرتين. ايه مالك؟ انا تعبان، تعبان قوي، عايزك ضروري، محتاجالك، في حاجة عايزة اقولها لك ما اقدرش اقولها في التليفون. خالد تعالى. ما اقدرش يا حبيبتي، لسه في قدامي شغل. معلش استحملي لحد ما ارجع لك. تمام يا فندم. طب انا جاي لك دلوقتي. بيلا انا مضطر انهي المكالمه دلوقتي، مع السلامه يا حبيبتي. حسن. ايه ده؟ احنا ناقصين؟ يلا يا جدع شيل معايا انت وهو. يلا هوب هوب يلا. هوب يلا حرك حرك ايه في ايه؟ ايدك فوق، ايدك فوق على الكوع. اهو يا بيت اهو اهو. فتحي. ايوه يا فندم. فتحي الشنطه العربيه. تعال سعيد. انت انا بقولك ما تتحركش. حاضر يا بيه. امرك يا بيه. انت معاك ايه يالا؟
مفيش معايا حاجه بيه، لا مؤاخذه انا كنت عايز اولع سيجاره. تولع سيجاره؟ اه. طب طلع ايدك. طلع ايدك. قريين تعالى يا ولد. فين المخدرات اللي كانت في العربيه؟ مخدرات؟ مخدرات ايه يا سعاده البيت؟ بلاش استهبال وكلم احسنك. ابوس رجلك. ايدي يا ولد. ابوس ايه يا سعاده البيت؟ اديني التذكره اللي معاك، دماغي هتتفرتك. اه يا شمام يا كلب. وديته المخدرات فين؟ احلف لك بيه يا سعاده البيت، انا ما اعرفش حاجه. اتكلم يا دودو احسن لك. اتكلم وانا اديك التذكره دي. البضاعة، البضاعة دفناها في التراب بتاعتنا اللي في الغفير. أبوس رجلك، أبوس رجلك. إيدي يا حيوان، إيدي. أبوس إيدك، إديني التذكرة. تذكرة يا شمام يا جبان، خدوه. علاج الإدمان يا مدام تكاليفه غالية قوي، ومع كده العلاج في مصر مش مظبوط، لأن الطبيب بيبقى محتاج لكميات من المخدرات عشان يقدر يعالج بيها، وده مش متوفر. أنا قريت في الجرايد يا دكتور إن في دكاترة بتعالج الحالات دي بس في عياداتهم. دي كلها محاولات، لأنهم بيعالجوا المدمن بالأقراص المهدئة وبالتحديد بالفاليوم، لكن مش ده العلاج الكافي. العلاج لازم يتم بإننا ندي المريض كميات من المخدر بتقل تدريجيا لحد ما يبقى في حالة يقدر ياخد فيها البديل الصحي. يعني مفيش دواء أو علاج يقدر يضيع الألم ده يا دكتور؟ مش ممكن، والا كان كل واحد وواحده تروح تتعطى السم ده ويوم ما تحب تبطل تلاقي الدواء بمنتهى السهوله، ما كانش حد غلو. مفيش امل يا دكتور. انا سمعت انهم فتحوا قسم العلاج الادمان في بعض المستشفيات، لعل وعسى. متشكره. خد البطاقه دي واملي البيانات اللي فيها. وامتى هبتدي العلاج؟ الاول تملي البطاقه وبعدين هيجي دورك. ودوري امتى؟ بعد شهر. شهر؟ مش ممكن. البنت دي بزرجنا كده ايه؟ راحت للدكتور وعدت على مستشفى الخنكه. ايه الحكايه يا مراد؟ صنف كان مضروب؟ مضروب ايه يا بيه؟ احنا ناس عندنا شرف. الشهاده اللي يا بيه، انا ما شفتش بنت زيها عنيده بالطريقه دي. عشان خايب ومش حريف. يا فندم انا نفذت تعليمات سعادتك بالحرف. تعليمات سعادتي لوحدها ما تنفعش. امال انا جايبك ليه؟ فين شبابك؟ فين خف الدم؟ موجود يا فندم. مش شايف حاجة. فين مخك؟ خلاص زنك؟ يا فندم أنا عايز مش عايز وجع دماغ. حاضر. بنت هتيجي النهاردة أو بكرة بكتير، مش هتقدر تقاوم أكتر من كده. أنا عايزك تفضل في شقتك بس باش. حاضر. ده ميرفت اللي في الدور الثالث شقة 9. أيوة المفروش. فضيت النهاردة الصبح. ما تعرفش راحت فين؟ علم علمك أستان، ده كل يوم والتاني بيورد علينا السكان في الشقة اللي دي اللي ما يعلم بيها ربنا. عاوزة
تشدي ولا تشمي؟ ايوه اللي قلتها دي. مش قادرة، مش قادرة اقف على رجليا، جسمي كله بينشر، مش قادرة اخد نفسي. انت فاكرة الحكاية سهلة؟ ما انا عارف. اول ما هتشمي وترتاحي هتلفي في وشي وتمشي. روح يا شطرة، شوفي لك حد غيري. مفيش حد تاني هيقدر يديني اللي انا عايزاه، مفيش حد غيرك هيقدر يريحني من اللي انا فيه. ارجوك ارجوك خد كل اللي معايا. حتى لو دفعتي مال قارون، البودره اللي عندي مش للبيع، لكن ممكن لو ابعد عني كده. طيب شوفي بقى حلوه مين هيريحك. عن اذنك انا داخل اوضتي عشان ارتاح شويه. ما تنسيش ابقي اقفلي الباب وانت خارجه. لا ما تسيبنيش. اعمل اللي انت عايزه بس ما تسيبنيش، ريحني ارجوك. ده بقى ما يضحكش في وشه. شدي حلاوتك. نار تاني. حلاوتك.
انت ماشي على مهلك كده ليه يا ابني؟ ما السكه فاضيه قدامك ايه؟ حاضر حاضر. بكره تفوت عليا الساعة 10:30 الصبح يا فندم. امال بالليل؟ امر. بلا برلنجي برلنجي المدام كانت متضايقه من حاجه؟ ابدا انا كنت سايبها كويسه. يعني هتعمل في نفسها كده من باب للطاقه؟ قصدك ايه؟ انا عارفه بقى. ما كانش عندها اي مرض عصبي؟ بالعكس طول عمرها اعصابها كويسه وبتحب الضحك. ما تكونش اصيبت بحاله اكتئاب حاد نتيجه وجودها لوحدها. مظبوط يا دكتور. دايما بيسافر وسيبها لوحدها. مراتي من ساعه ما اتجوزتها وهي متعوده على كده. وبرلانت يا دكتور عمرها ما اشتكت لانها عارفه ان دي طبيعه عملي. وهي لازم تشتكي؟ أختي طول عمرها بتكتم في نفسها. على العموم يا خالد بيه لازم تهتم بالمدام شوية. تحاول تخرجها وتتفسحه. مفيش داعي تسيبها اليومين دول لوحدها. حاول تشغلها. بس أنا عايز أعرف منك حاجة. أهون عليكي تعملي في نفسك كده؟ وعشان إيه ده كله؟ عشان سبب ملوش عندي أي اعتبار؟ مين قالك إن أنا عاوز ولاد؟ أنت مالي عليا حياتي؟ خلاص يا ستي، إذا كنت أنت عاوزة أولاد، اعتبريني ابنك. ليكي حق تزعلي مني، بس أوعدك من النهاردة مش هسيبك لحظة واحدة لحد ما تزهقي مني. يلا بقى، عاوز أشوف ابتسامتك الحلوة. صداع. إزاي الكلام ده؟ ما قلتليش ليه؟ انما ما عرفتش السبب. الدكتور قال لي انها حاله اكتئاب عشان بتقعد لوحدها كتير. انت من النهارده تعتبر نفسك في اجازه لغايه ما تطمن عليها. متشكر يا فندم. وانت بقى يا سيدي هتفضل كسلان كده على طول؟ مش قادر تجيب لها حته عيل يملى عليها حياتها؟ ما هو للاسف يا فندم العيب فيها هي، وده السبب في ازمتها النفسيه. انا مستعد ادي لك اللي انت عايزه. خدي بس ريحني. وفري حاجتك. انا مستاجر. انا كل احتكم عليه يا دوب 2 جرام. يعني مزاجي يومين. طب اقسمه معايا. انا اقسمهم قال. وده معقول يا حلوه؟ بقول لك ايه؟ انا داخل ارتاح شويه، زق عجلك. لا لا. طيب اديني اي حاجه ولا اقول لك انا اهو انا مستعد ادي لك نفسي انا اهو قدامك. لا 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 لا. الله بيني وبينك. انا عارف انك انت مش بتحبيني. اجبرك ليه؟ اتكلي على الله. ضهري اتكلي. ضهري. حضره الظابط جوزك مقفل المسائل قوي اليومين دول على الشمامين اللي زيي وزيك متشحتفين يا عيني على شمه ومش لاقيينها. عيني يا عيني. اجرى. يخرب بيتك قطعتي قلبي. يلا بقى على كله بثوابه. خلاص خلاص. بلبلتي بلا انت فين يا حبيبتي؟ شفتي بقى حلوه الراحه حلوه ازاي؟ تصوري بقى غيرك اللي مش لاقي شمه يعمل ايه؟ علشان كده يا حلوه وباسم الانسانيه المعذبه أنا عايزك تساعدينا.
ايه؟ بقول لك ايه؟ بلاش اللون ده وخليكي حلوه امال عشان نعرف نتفاهم. انا كل اللي هطلبه منك انك تقولي لي على تحركات جوزك. ايه التقارير اللي بيكتبها؟ بيكلم مين في التليفون؟ بيقولوا ايه؟ امتى بيسافر وامتى بيرجع؟ كل حاجه عنه. مش عشان اخواننا الشمامين يا عيني، الناس الغلابه. ايوه كده، انكشفوا على حقيقتكم. ده انتوا بقى عصابه قذره وهدفكم جوزي. ابعدوا عنه والا هفضحكم وابلغ فيكم البوليس. الله، ومستنيه يا اختي؟ ما تروحي تبلغي، خلي البوليس ينفعك ويديك التموين. وبالمره بقى خدي الصور ديت معاكي وخلي حضره الضابط يشوفهم. اتفضلي. يا سافل يا مجرم يا ملحط، احنا عملنا لكم ايه؟ عملنا لكم ايه؟ عملنا لكم ايه؟ عملنا لكم ايه؟ حرام 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 حرام. مش عارف يا راوي، اتصلت بيهم قالوا لي انها ما راحتش عندهم. لا طبعا اطمنك، انا قلقان عليها قوي. مع السلامه. كنت فين يا حبيبتي؟ كنت بتمشى شوية، نزلت اتفرج على الفترينات. اديني عليك. المهم ازيك دلوقتي؟ كويس؟ أنا خدت أجازة من كل المأموريات اللي محتاجة سفر، يعني هقعد جنبك زي قرد قطع. مفيش داعي تعطل شغلك، أنا خلاص بقيت كويس. ده كلام تقوليه؟ وأنا عندي أغلى منك في الدنيا. الله، اعتبري نفسك من النهاردة في شهر عسل جديد. استنى بس يا خالد. طب بقول لك إيه؟ نخرج نتغدى بره؟ لا ما أقدرش، أنا النهاردة تعبانة وعايزة استريح. اللي تشوفيه يا حبيبتي. يا ترى واخد اجازه لحد امتى؟ ما قالتليش يا فندم. يعني ايه ما قالتلكش؟ كلام اللي بتخليها تقول لك؟ ولا هي اللي هتعطل علينا بالكلام؟ حاضر نخليها تقول. ما تكونش يا ابني مستني فك. ازاي بس يا فندم؟ دي حتى بتتمنى رضاي. انا عايز تفاصيل اكتر. حاضر. عايز كل يوم تقرير عن تحركات سياده العميد. حاضر. عايز احس كاني عايش في بيته وفي شغله. عاوز ايه؟ ريح نفسك، انا مش هتجسس على جوزي. براحتك يا حلو، بس بقى صورك الفوتوغرافيه لازم جوزك سياده العميد يبص عليها بصه صغيره. وعلى فكره انا التموين شاحع عندي قوي اليومين دول، ابي روحي بقى وشمي لي الكولونيا. تكرادني وترمي لي معلومات سكه؟ طيب يا بنت الارمدالي، انا لفت نظرك كتير عشان تاخد بالك من شغلك كويس. ايه مراد؟ انت اندلعت وحبيتها؟ بقيت شخشيه حبيتها؟ يا فندم انا انت يظهر ما اتعلمتش حاجه ابدا. يا شاطر، لازم قبل كل حاجه تعرف تستغل السلاح اللي في ايدك، والا هتلاقي اللي استغله ضدك. شمي ريحة البودرة اللي تقدر تشوفيها بعينيكي إلا ما تثبتيلي إنك أنت فعلا جديرة بإنك أنت تشميها. فاهمة؟ مالك يا بدر؟ تعبانة؟ لا. أمال ما بتاكليش ليه؟ ماليش نفس. أنا عايز أتكلم معاك شوية. اتفضل. هو في إيه؟ على
هيكون في ايه يعني؟ انت بقيتي عصبية قوي. هو انت ما عندكش غير كلمة عصبية عصبية؟ انت كنتش عايز تربي لي الجنان؟ حاجة غريبة قوي. حقك عليا، انا ما اقصدش. العقد اللولي مش لابسه ليه؟ هو اتقطع؟ هو انت كلامك كده كله سين وجيم؟ مش عايز تنسى ابدا انك ضابط بوليس؟ ايه الطريقه اللي انت بتكلميني بيها دي؟ ما هو انت كمان اسئلتك بقت تضحك. ايه يعني العقد اتقطع وما لضمتوش؟ اعمل ايه؟ اموت نفسي عشان تستريح؟ خليك انت، دي مكالمه انا مستنيها. الو الو، الو، ايوه يا فندم. لا يعني انا منتظر التحريات عشان اقدر اكتب التقرير. تالت عمليه تطلع في شنك، اكيد التحريات اللي بتجيلنا كلها غلط. بلغات المرشدين بتوعنا يا فندم هي كمان غلط. حاجه تحير. يلا يلا يا اولاد يلا. كنت هنا قوي مضحكتي الا لما اخد طاري. لكن اعمل ايه؟ قاعدين ليه؟ ما تقوموا تروحوا. خيب عليك يا مراد. طب ايه رايك؟ ما تيجي نبعت نقول لهم الكلام ده. ايه دي يا فندم؟ جوابات غرامية؟ ابدا. دي جوابات تريقة. بعتناها مهربين المخدرات. بقينا مسخرتهم يا خالد. يا فندم أنا ابتديت أشك في حاجات كتير. حاجات زي إيه؟ مش جايز المهربين مجندين حد في الإدارة بيشتغل لحسابهم؟ دول بقوا عارفين كل تحركاتنا. أنت عارف خطورة الكلام اللي بتقوله ده؟ يا فندم الفساد بقى موجود في كل مكان. ما هو مش معقول نفشل في 5 عمليات ورا بعض إلا إذا كان في حد في الإدارة بيبلغهم بتحركاتنا. أنا طبعًا عارف مدى إخلاصك وغيرتك في عملك. انما ده مش معناه ابدا انك تفكر بعيد بالشكل ده. هيكون مين يعني؟ ايه حكايه السجاير دي؟ ده انت كنت ما بتضيقيش ريحتها. انت مش بتقول ان انا اعصابي تعبانه؟ بحاول اريح اعصابي. انا عندي طريقه احسن تريح لك اعصابك. يا سلام يا خالد، ارجوك استنى. ما تحاوليش. مش معقول. كل ما تشوفني جراني على السرير كده انت فاكرني ايه؟ اف اوعى. انا مش قادر اصدق اللي سمعته. زي ما تكون واحده تانية بتتكلم. انا خلاص ما بقتش طايقه نفسي، حاسه ان اعصابي انهارت. اعصابك تعبانه اجيب لك دكتور يعالجك. لا بلاش، انت احسن لك تطلقني عشان تستريح مني. أنا خلاص ما بقتش أنفعك. أنا بعتذر يا جماعة عن المرات اللي لغيت فيها الاجتماع، لكن أعمل إيه؟ كل مرة كانت التعليمات بتتغير. المهم دلوقتي إن كل حاجة جاهزة للعملية الكبيرة. إحنا عارفين إن العالم كل يوم بيتطور،
والتجارة بتتطور والكيف كمان بيتطور، عشان كده الحشيش والأفيون بقوا موضة قديمة، بالإضافة للمخاطرة الكبيرة في قلبهم. أنا قلت لنفسي ليه إحنا ما نتطورش مع العالم ونتاجر في الأصناف الجديدة؟ هي في الحقيقة مش جديدة، لكن دلوقتي بقالها زبون جديد. وإيه الأصناف دي يا عصمت بيه؟ في الحبوب والماريجوانا والهرايين والكوكايين. إحنا هنشتغل في الهرايين والكوكايين، ودول المخاطرة فيهم أقل والمكسب أكتر. الكوكايين ده على أيامنا كانوا بيشمموا لي الخيل عشان يبرطعوا في السبق. دلوقتي البني آدمين هم اللي عايزين يبرطعوا. بس دي لا مؤاخذة أصناف ما جسيناش بيها السوق. اطمن، أنا جسيت السوق والزبون عجبه الكيف مع إن تمنها غالي. طب ما تنورنا يا كبير وتدينا فكرة عن السعر. آخر الأسعار العالمية بتقول إن كيلو الهرايين وصل 25,000 دولار، وكيلو الكوكايين دخل على 60,000، يعني بيحقق مكسب 5 أضعاف، يعني 500%. بالدولار ولا بالمصري؟ يعني انت حسكت رخاخ الضريبي، بالدولار ولا بالمصري؟ لو كتبوا بالدولار الحكومة هتشجعه قوي. يا سلام، ده احنا من غيرك ولا نسوة. انا مسافر يوم السبت عشان اتفق على الكمية المطلوبة، بس بسرعة نفتح اعتمادات البنوك. يا ترى انتوا جاهزين؟ الا جاهزين. انت تؤمر يا عصمت بيه. طب ابو لا مؤاخذة يا عصمت بيه، مطلوب من كل واحد كام؟ كل بنوك على قد دمه. ايه ده سنه ميت. $250,000. هبعت لكم وشيك ب$50,000. $400,000. Questo curious proedros θα υπάρχει meeting σε μία ώρα. Για αυτό πρέπει εμείς να φύγουμε αμέσως. الرئيس هيحضر بعد ساعة ولذا يجب أن نتحرك الآن. تحت أمركم. لقد اطلعت على التقارير التي قدمها بعض زعماء المناطق عن سير التجارة في بلادهم، وقد أعجبني الأسلوب الذي اتبعه زعيم منطقة المكسيك والأرجنتين في توزيع الصمت.
وبريدروس ساسوتاي. السيد الرئيس يسألكم عن نتيجة التجارب التي قمتم بها في مصر بالنسبة لتوزيع الكوكايين والهيروين. الحقيقة الاستجابة كانت كبيرة، وزاد الطلب على الهيروين لأنه أرخص شوية. وهيروين إتين افتنا سيميليس تاكسيس انتروبون تابوتيليزما إتاني مغال. ما هي الطبقات التي استجابت؟ تقدر تقول الطبقات اللي اغتنت بسرعة، يعني المستفيدين من الانفتاح، وكمان في جزء كبير من شبان النوادي المشهورة. برومينا بومي بيسكاتو جوريس ابسورس اندراس ابوغنستو كليسيس. ديني ميتوسو خارستيمينوس كاثولو. ثيلو نابوليستي افتو تو كاشيش. سي اولو تو كوزموس كي نابروسيختي نيوس اندراس كي ماثيتيس. لا، لست راضيا على هذه النتيجة. فأنا أريد أن ينتشر تعاطي هذه المخدرات بين جميع الطبقات حتى يزيد التوزيع، وعليك أن تهتم بالشباب والطلبة بوجه خاص. مي فوفاستي ياتيس أكريفيستي ميس دم ديافيري كاتولو تونا باريتتون كيتيس بيلاتيس ناغوراسوني كي متا ناغوراسوني أوبوس بوسو كاني أخي أوراس نيسان نياسا أغرستين إجيبتو إخوني التورا مغاليتري بوسيديتا. لا تخشى ارتفاع الثمن، المهم أن يصل الصنف في البداية إلى الزبون، وبعد ذلك سوف يحصل الزبون على الثمن بأي طريقة. وهناك بشرى لك، فقد سمحوا بأن يكون نصيب مصر من هذه الأصناف كبيرا. ممكن أعرف من سيادتك مين اللي سمحوا لمصر بالنصيب الكبير ده؟ برونا كاتالافو بيوسيسي كي بيوسيا تريبتي ياتين إيجيبتو أفتوم ميغالي لفتا. دينين ذولي عسو كيريه πρέπει να ξέρεις μόνο και ο εσείς ο άνθρωπος που θέλουμε στην Αιγύπτο. هذا ليس من شأنك. يجب أن تعلم أن الاختيار قد وقع عليك لتكون رجلنا في مصر بعد دراسة دقيقة. طيب مين اللي اختارني؟ بيوس مواليكسي. بروسيخ سيناديس. يا دفتري فورا دي ملاس كلام. للمرة الثانية تتجاوز حدودك. أنا آسف. آسف. سيغنومي. انداكسي. مونو ياناس كيفتيس تكالاس تكالوس. قابلنا اسفك، فكر فقط في مصلحتك. طيب ممكن يعني اعرف الدفع هيكون ازاي؟ برونا كسيري بوتا بلوريست باراكالو. بلدنا كانت معرضه لكارثه خطيره لولا يغزت عيوننا اللي في الخارج اللي قدروا يوصلوا لمعلومات تفيد عن عمليه تهريب كميات خطيره من الهرايين والكوكايين في طريقها لبلادنا. والاحتمالات بتقول إن ما قدرناش نمنع وصول كمية السموم البيضاء دي للناس، فده معناه إن عدد المدمنين في مصر ممكن يزيد مليون فرد. وللأسف الشديد إن التقارير اللي وصلتني بتقول إن صاحب العملية دي شخصية معروفة. معروفة بالتحديد يا فندم ولا لسه محتاجة تحريات؟ لا، معروفة بالتحديد والاسم، ويمكن حضراتكم تعرفوها، عصمة الدهشان. معقولة؟ غريبة. عصمت بيه؟ معقولة يا فندم؟ بتبصلي ليه؟ مش أنت اللي قتلت ابنه ومشيت في جنازته؟ عصام قلب الأسد يبقى ابن عصمة الدهشان؟ أنا ما كنتش مصدق. كلنا كنا مخدوعين زيكم، لكن للأسف عصمة الدهشان هو عميل لمخطط سياسي في الخارج لترويج النوع الخطير من المخدرات دي لتدمير طاقتنا البشرية، وده هدف من أهداف القوة الإمبريالية لتحطيم الروح المعنوية في بلاد العالم التاني. لكن احنا مش هنديهم الفرصة دي، وعشان كده انا بطلب من اللواء شوقي مراقبة عصمة الدهشان مراقبة دقيقة جدا، واستصدار امر من النيابة بمراقبته ومراقبة كل تليفوناته. اولم يا فندم وسوي نفذ. على العموم انا بديلك مطلق الحرية في التصرف، بس المهم اشوف نتيجة. دي ممكن تبقى اخطر عملية في تاريخ الوزارة. بيلا
معقول ده يا بيلا؟ كل دي سجاير تشربيها؟ الله، انت ما عندكش كلام غير في الموضوع ده يا اخي، مش ممكن كده، انا حرة. خلاص ما بقتش اعرف اتكلم معاكي، انت بقيتي لا تطاقي. تتغدى؟ لا داخلة تنايل انام. البضاعة وصلت السودان. أنا عايزك تستعد بقى يا بطل. أنا جاهز يا فندم ومستني الأوامر. أنا هختار لك فريق عمل عشان نحسن العملية كويس. وتقدر تشتغل وأنت مطمن. أنا يا فندم مادام بشتغل مع سعادتك ببقى مطمن على الآخر. لكن يا ترى بيلا هنعمل فيها إيه؟ ولا خلاص كفاية عليها لحد كده؟ مين قال إنه كفاية كده؟ لسه قدامها مشوار طويل. انا يا فندم خايف احسن جوزها. ما تخافش، طول ما ده هنا محدش يخاف. جوزها ده هشوف له لعبه يتسلى بيها بعيد عننا، وانا دايما عندي العاب كتير. التحريات اللي عندنا بتقول ان المهربين هيصبروا البضاعه بتاعتهم في منطقه الضبع الحته دي، بعد كده بيوم او يومين الغطاسين بتوعهم بيسحبوا البضاعه. والعمليه دي هتتم امتى يا فندم؟ يعني حدود 10 ايام كده، انما ده مش معناه ابدا ان احنا ما نكونش جاهزين، لانهم ممكن ينفذوا العمليه قبل كده بيوم او يومين او بعد كده كمان. ها قلت لي ايه رايك؟ اللي سيادتك تؤمر بيه هنفذها يا فندم. عمليه ماشيه تمام، والبوليس الهمام زلط الطعم. انا خايف يا فندم ان خالد يقوم بعمليه الضبعه وبعدين يرجع يمطلنا تاني في عملية الأقصر. هو البوليس يعرف حاجة عن عملية الأقصر؟ ده البوليس هيبقى متدهول في عملية الضبعة الوهمية اللي هتتم في نفس الوقت مع عملية الأقصر. ينصر دينك يا فندم، ده الشمامين لازم يعملوا لسعادتك تمثال. وامتى بقى هنبتدي الشغل الجديد؟ لما يجهز. تقيل؟ على آخر. انت ما تشغلش بالك بشيله، انت هتسلك وبس. ومين اللي هيشيل؟ نبي حرس البوليس. هتغيب قد ايه؟ حوالي اسبوع. يعني ايه حوالي؟ اكتر ولا اقل؟ انت من امتى بتدقق كده؟ ممكن تسيب الشنطة دلوقتي؟ انت مش خايف لتتأخر؟ لا مش خايف. عارف هو بلاش بلاش. جرايين دي حكايتك؟ كل ما اقرب منك او المسك تبعدي عني. ايه مش طايقاني؟ ساكته ليه؟ ما تتكلمي. ايه اللي غيرك؟ بتحبي حد تاني؟ حرام عليك يا خالد، ما تظلمنيش. انا عمري ما حبيت حد غيرك. الو؟ لا النمرة غلط. تعبت كده ليه؟ ها؟ خالد خلاص احنا ما بقيناش ننفع لبعض. استني. الو خالد، عايزك تفوت عليا دلوقتي ضروري. ايوه معاك شنطه هدومك. تعيطي مظلومه ولا ندمانه؟ العموم هريحك من وشي الاسبوع، تقدري تروح تقعدي عند اختك. لما ارجع نبقى نشوف اذا كنا هنقدر نستمر مع بعض ولا كل واحد يروح لحاله. برلنت هي الحجيل؟ امال احنا بنربي وندادي ليه؟ ما عشان التربيه تضمر. بس انا بقى راجل حقاني، بعد العملية ما تكمل هبعت لها أتعبها على مكتب جوزها سيادة العميد. لا حلو، بس يا فندم حضرتك تفتكر إنها هترضى تسافر معايا وتبوس إيدك كمان؟ أمال مين اللي هيديها تشم؟ معقول برضه، هي عندها تموين قد إيه؟ آخر شم المفروض خدتها النهاردة الصبح. نظرا لأهمية العملية، السيد الوزير أمر إنك أنت اللي تقوم بيها. ايوه بس سيادتك عارف اني مكشوف بالنسبه لعصمت. اطمن، عصمت مش هيظهر في العمليه، ثم كمان انت هتتنكر وتغير شكلك. طب وعمليه الضبعه يا فندم؟
مدحت اللي هيقوم بيها. بس كل اللي ارجوه منك انك ما تجيبش سيره بالتغييرات دي لاي حد، حتى مراتك نفسها. مقابلة الضيوف على فكرة. شقتك حلوة قوي يا حلوة. افرض دلوقتي جوزي شافك، الموقف يكون ايه؟ اطلع بره. سيادة العميد، زمانه دلوقتي في الطريق الصحراوي. انت عايز ايه دلوقتي؟ انا جاي عشان اقول لك ان انا مسافر الأقصر وهقعد هناك 3 ايام. ما تسافر في 60 داهية. 3 ايام، 3 ايام من غير لا مؤاخذة ما تشدي لك شدة ولا تاخدي لك صدر. ليه ولا مؤاخذة؟ هتشم كلونيا؟ طب جبت لي معاك حاجة؟ حاجة أشمها؟ ما كانش يتعزى حلوة. البني اللي عندي خلاص في نيته. لا لا كده موت. إذا كنت عايزة تعيشي تعالي معايا، في واحد هيقابلني في القطر وهيديني التموين. هنعمل إيه بقى؟ ما هو البركة في جوزك، ما خلاش فيه شمة واحدة في البلد. لا لا ما أقدرش. احنا حجزنا لك فطر النوم في الكابينة اللي لازق في كابينة مساعد عصمت اللي هيقوم بالعملية. طبعا في صورة للشخص ده. طبعا. اتفضل يا سيدي. الواد ده انا عارفه كويس، ده كان بيشتغل مع عصام قلب الاسد. طبعا. الو. ايوه يا فندم، تحت امرك يا فندم. لا اطمن سيادتك، احنا مجندين كل جهودنا للعملية دي. لا طبعا يا فندم، مش هسيب المكتب. مع السلامة يا فندم. ده سيادة الوزير بيطمن. خالد، العملية دي يمكن تكون أهم عملية في حياتك كضابط بوليس. ربنا يوفقنا يا فندم. أنت هتسافر النهاردة بني سويف وتقضي الليلة هناك، وبكرة تاخد قطر النوم المتجه إلى الأقصر. مين هيكون معايا يا فندم؟ المقدم فتحي هيقابلك في القطر. بقية القوة هتسبقك ولا منك. عندك أي أسئلة؟ لا يا فندم، أنا جاهز. أنا هفضل هنا في مكتبي مش هتحرك. خليك على اتصال بيا. حاضر يا فندم. ربنا معك. إكسبريس نوم الأقصر وأسوان قطار 86 قايم الساعة 7:30 للرصيف 8. تفضل يا حلو. تفضل. هدوم معاكي؟ لازمتها ايه الهدوم؟ امال هتنام ازاي؟ مين قال لك اني هنام؟ اول الراجل ما يجيب الا هنزل المحطة اللي بعدها. كان نفسك تكملي معايا، كنت هتتفسحي فسحة ما تحلميش بيها. هتعملي ايه في البيت لوحدك؟ مالكش دعوه. ما تقومي نروح البوفيه ناخد كاسين وندردش ونتعشى. انا مش جعانه وكمان ما بشربش. انا نسيت، بتشمي وبس. كله تمام يا فندم. هو موجود دلوقتي في كابينه ومعاه واحده ست. ما تحاولي تفردي جسمك
وتريحي شوية. هو الراجل لسه ما جاش؟ لا. أنا حاسة إني ابتديت أتعب. حاولي إنك أنت تستحملي لحد ما نوصل أسيوط. قلت لك ما اقدرش اروح معاك الكوفيه، حد يشوفني معاك. يا ستي قولي اني قريبك ولا اقول لك اخوك في الرضا. سيبني سيبني. شفتي بقى الهدوم كده هتتكرمش. ايه رايك بقى حلوه انك انت تقلعيهم واول ما نوصل تلبسيهم تاني؟ ها؟ مش لقيت لك حبايه العقد اللي كانت ضايعه في شقتي؟ اول ما نرجع هبديها لك. قصدك اول ما ترجع انت؟ انا راجعه لوحدي. تفتكري ان حضره الضابط جوزك ممكن يخطر على باله ان مراته دلوقتي في القطر وفي كمينه واحده مع راجل غريب؟ احمدي ربنا، ده انا لقيته معايا صدفه. طب وبعدين هعمل ايه؟ انت حر، عايزه ترجعي انت حر، عايزه تكملي معايا وهناك هدور لك على شويه بني على ابوهم، انا تحت امرك. انا اذنك حلو، راح البوفيه خليك هناك معاه. سيادتك معرفتش مين الست اللي معاه؟ يظهر انها واحدة صاحبته. روح انت دلوقتي. حاضر. لازم تنزلي دلوقتي. انزل اروح فين؟ اهربي، دول عاوزين يورطوني بيكي. لا يا خالد مش هنزل، لا انا لازم اكمل، لازم انتقم من الكلاب المجرمين الاوساخ السفله. انت مش هتقدري تعملي حاجه. حاضر، انا خلاص ما بقتش في حاجه تهمني. أرجوك اسمعي كلامي، وجودك ممكن يبوظ شغلنا. انزلي المحطة الجاية. من ايدي فين يا حلو؟ لا ابدا، انا معاك معاك يا مراد لاخر المشوار. طب يلا تعالي. وين انزلك بالقطر؟ مصيبه يا عصمت بيه، مصيبه. الضابط خالد كشف كل حاجه. خالد؟ خالد مسافر الضابط يا بسطول. ده كان معاه في القطر يا فندم، ودخل الكابينه وانا في البوفيه وشاف مراته وطلب منها انها تهرب. وهربت؟ وهربت معاها. القطر كان ملاخم بالبوليس. يعني انت دلوقتي بقيت كارت محروق؟ العمليه لازم تتم في ميعادها والا ضاعت علينا البضاعه وضعنا كلنا. اوامر سعادتك. اسمع، انت تاخد برلانتي دلوقتي وتطلع على الاقصر. هي مسجله معاك؟ لا 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 ابدا يا سعاده البيت، بس يظهر انها ناويالي على حاجه. خد بالك منها كويس، وانا هكون في ازيز حوالي الساعه 12. فاهم؟ حاضر يا فندم. اي
اي كلمة اتقالت في المكتب ده، مش عايزها تطلع بره. خالد انا عرفت كل حاجة، ارجع انت دلوقتي وانا هاجي اكمل بدالك. يا فندم انا لازم اكمل العملية، انا بقيت طرف شخصي في الموضوع، لا يمكن هسيبهم يفلتوا من ايدي. فاضل ساعة وبنوصل الأقصر. أول ما نوصل أنت هتطلع على المطار تستنى عصمت وتفضل وراه لحد الأوتيل، وأنا هبقى حصلك. اعمل معروف شوف لي معاك أي حاجة. امسكي نفسك حلو، كلها نص ساعة ونوصل، وهناك هشوف لك تنشئة ترم عظمة. لو سمحت أوضة سنجل من فضلك. الزبون وصل عند الاستقبال، لازم نكرمه. ايه الصدف السعيدة دي يا عصمت بيه؟ الحمد لله على السلامة يا سيادة العميد. يا ترى جاي الشغل ولا في الحقيقة ولا؟ أنا قلت آخد يومين أرتاح فيهم شوية. كده من غير المدام؟ المدام فضلت تروح عند أختها في اسكندرية. ما حق. إيه اللي يجيبها الأقصر في الجو ده؟ عن إذنك أطلع أوضة استريح. طب ما تقعد معانا تاخد فنجان قهوة. معلش ما احنا مع بعض. طب بقول لك ايه، اعمل حسابك هنتغدى سوا عند ابو سليم في البر الغربي، انا هستناك ان شاء الله. ايدي عال، كل حاجه ماشيه مظبوط. حد عدى من هنا؟ لا يا ريت. Thank you.
البوابة ملغمة. بابون بينا على بسليم. برلنتي فين؟ ما اعرفش. فين برلنت يا مراد؟ انطق. خوفتني يا سيادة العميد. انطق انطق والا هفرغوا فيك. ما تقدرش لو قتلتني. مين اللي هيقول لك حرمك المصون فين؟ انت فين؟ انت حاول حولك. Thank you.
الطريق امان. برضو عايز تعرف حرمك المصون فين؟ كيفوه؟ برضو عايز تعرف برلانتي فين؟ هقولك. سيبوه. بتاع الحكومة. يلا رجالة. باي باي. سيادة العميد سايبك كده. أبو إيدك، أبو إيدك، أبو إيدك، أبو إيدك، أبو إيدك. والله يحفظك. إيه رأيك في الطريقة الأوريجينال؟ خواجات وصلوا، مسين سيادتك عند الكرنك. أنا عايزك تطلع المطار زي ما اتفقنا، وتستناني بالبضاعة هناك في بلد مصر الجديدة. حاضر. وأنت؟ أفندم. أنا عايزك تخلص عليها. حاضر يا فندم. ده ما غابش عن عيني ثانية واحدة، لكن زاغ مني في المقبرة. كان لازم تاخد بالك. احنا لازم نقفل كل مخارج الأقصر. حاضر يا فندم. في واحدة ست بره عايزة تقابل سيادتك. خليها تدخل. برلنتي، شاكرين يا رجاله. العفو بيه. لا تسبوه.
من مكانه. المكان كله محاصر. اي حركة هنضرب في المليان. يلا قبضوا عليهم ودوم عليهم بسرعة. فتش فتش. بينك انا مش عايزهم يعرفوني، خاصة الكتكوتة دي. هم مين دول؟ دول جماعة اصحابي خواجات كنت بفرجهم عن اسرار. بالليل يا عصمت بيه؟ اصل ما عندهمش فرصة تانية. مسافرين بكرة الصبح. ثم انت يا راجل ما جيتش ليه على غدا. ده انا كنت قاعد مستنيك. حتى الاخ ده كان موجود. ممكن تفتح لي شنطة العربية؟ انت هتتحمل نتيجة تصرفك ده. انا بحذرك. انا عارف كويس انا بعمل ايه. نزل الشرطة دي برا العربية. نزل. افتحهم. ده يا سيدي كركديه. وده بقى تمرين ممتاز. تبقى تاخد معاك وانت راجع مصر. افتح الشنطة دي. دول هدايا من اصحاب الخواجات. انت بتدور على ايه يا سياده العميد؟ قول لي وانا اساعدك. مفيش حاجه يا فندم. اقدر امشي دلوقتي؟ اتفضل يا عصمت بيه. دقنك. أنا مستنيك نتعشى سوا الليلة. هنعمل إيه دلوقتي يا فندم؟ مش عارف. نعم. زينهم. حقيقي. ده مختفي. أكيد برا البلد. أنا بقول نبعت إشارة لكل نقطة المرور في الطريق الزراعي عشان يفتشوا كل عربية. المطار. يلا بينا على المطار. ومن هناك نبعت الإشارة. الطيارة اللي رايحة القاهرة طلعت؟ من 10 دقايق. طب ممكن أعرف أسامي الركاب اللي عليها؟ مين حضرتك؟ طب ثانية واحدة. زينهم عبد الستار. متشكر. اتصل بلواء شوقي خليه يستقبل زينهم في المطار. على السلامة. يا ترى فيهم ايه دول بقى؟
الحمد لله على السلامة يا عصمت بيه، إيه الأخبار؟ أخبار عظيمة، كله تمام. وزينهم لسه ما وصلش؟ ده البوليس قبض على زينهم بالبضاعة. لا، اللي بتقولوه ده كذب، كذب، العملية نجحت. زي امبارح وزي كل يوم. انا عندي ليكي خبر كويس، اللي هو شوقي جاب موافقه انك تسافري تتعالجي بره. ان شاء الله هتخفي وتبقي كويسه وترجعي زي الاول.